حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة لها على ارتفاع بلغ 51 سنتا ليصل إلى 73 دولارا و75 سنتا، إلا أنه سجل خسارة أسبوعية طفيفة بلغت 47 سنتا. هذا وأغلق خام البصرة الخفيف على ارتفاع أيضا بلغ 51 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و97 سنتا. وأغلق خام برنت على ارتفاع بمقدار 95 سنتا ليصل إلى 83 دولارا و13 سنتا، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 13 سنتا. هذا وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع أيضا بمقدار 93 سنتا ليصل إلى 76 دولارا و35 سنتا للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية طفيفة. بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من العملة الأجنبية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار، وباع البنك خلال الأسبوع الماضي نحو 711 مليون دولار، منخفضاً بنسبة 22% تقريباً عن الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغت أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي يوم الأربعاء بنحو 204 ملايين دولار. قال تجار أوروبيون إنه يعتقد أن مشتري الحبوب التابع للدولة في العراق اشترى نحو 250 ألف طن من القمح، ومن المتوقع أن يكون مصدره أستراليا، وذلك في مناقصة دولية مقيدة بعدد محدود من المشاركين جرت خلال هذا الأسبوع. وقال التجار إن القمح كان بسعر يقدر بنحو 428 دولارا للطن دون تكلفة الشحن، كما يعتقد أن شركتي فيتيرا وذا أندرسونز هما جهة البيع، وتعكس النتائج تقديرات التجار، ومن الممكن صدور تقديرات أخرى حول الأسعار والأحجام في وقت لاحق. أعلنت مجموعة العمل المالي تعليق عضوية روسيا آخذة عليها انتهاك المبادئ الأساسية للهيئة المكلفة بمكافحة تبييض الأموال. وأوضحت الهيئة أن أعمال روسيا غير المقبولة تخالف المبادئ الأساسية لمجموعة العمل المالي الرامية إلى تشجيع أمان النظام العالمي وسلامته. انخفض إجمالي الناتج المحلي الألماني بأربعة أعشار بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 متأثراً بأزمة الطاقة والتضخم على الإنتاج الصناعي. هذا وأدت أزمة الطاقة التي سببتها الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني، والذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا، حيث أدت الحرب إلى توقف عمليات التسليم الروسية، تسبب بارتفاع الأسعار في أوروبا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي، في أمان الله.